Geox Amphibiox Volkswagen. مشاهدينا مشاهدي طقس العرب، السلام عليكم ورحمة الله. إليكم آخر تطورات الأوضاع الجوية التي ستتأثر بها المملكة خلال الأيام القليلة القادمة. يوم الأربعاء ستتأثر المملكة بإذن الله بجبهة هوائية دافئة، بينما يوم الخميس ستتأثر المملكة بجبهة هوائية باردة تؤدي إلى حدوث انخفاض ملموس على درجات الحرارة وعودة سقوط الأمطار بإذن الله. سيستمر سقوط الأمطار حتى يوم الجمعة وخلال يوم الجمعة، بينما يوم السبت تقترب من المنطقة كتلة هوائية شديدة البرودة، لكن حجم وتأثير هذه الكتلة الهوائية من حيث كمية الهطول ونوعية الهطول لا زال تحت الدراسة من قبل فريق التنبؤات الجوية في طقس العرب. سنوافيكم بآخر التطورات الجوية لهذه الحالة أولا بأول بإذن الله، وشكرا لمتابعتكم، وأرجو المتابعة خلال النشرات القادمة لمتابعة تطورات الأوضاع الجوية أولا بأول. شكرا.